على كلنا نعود إلى أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي للحديث عن الأسواق العالمية. أحمد أهلا بك من جديد. كنا نتحدث عن ترقب الأسواق لأرقام البي سي. على كلنا دعنا نتحدث عن التباين ما بين أعضاء الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. يعني كنا سمعنا أن الرئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يتوقع 3 تخفيضات لأسعار الفائدة لهذا العام، فيما رئيس الفيدرالي في أتلانتا يرى خفض 1 فقط. يعني هناك تباين كبير بين خفض 1 و3 تخفيضات، ما دلالة ذلك؟ شكرا نوف، عذرنا على التعصب. نوف، بالنسبة للتباين أعضاء الفيدرال الأمريكي، أنا ما أعتقد قد أظهر بالتطبيق ظهور واضح بأن هناك تباين حتى في المرة الماضية في تصويت ديسمبر. التصويت الحالي هناك داري وغوسيك عضوين جداد كان في عندهم تصويتات في القراءة الأخيرة أو في الاجتماع الأخير. تصويتاتهم هي أقل لتخفيض أسعار الفائدة، توجهات قد تكون أقل. عندما ننظر إلى بوستيك أشار إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة، دلالة واضحة بأن هناك مخاوف على إمكانية ارتفاعات أرقام التضخم في الفترة القادمة. الانتصار على التضخم لم يتم بعد. نبرة جيرام باول المتفائلة بشكل كبير في الفترة الماضية في اجتماع المرة الماضية في المؤتمر الصحفي قد يكون دلالته على ما أعتقد هي دلالة سياسية قد تكون أكثر من الدلالة الاقتصادية. اقتراب موعد الانتخابات قد يكون هناك دافع كبير. أذكر في أحد قراءاتي لفولكر رئيس الفدرالي الأمريكي السابق ذكر بأن ريغان كان قد أشار بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة قبل حملة الانتخابات، فبالتالي قد يكون هناك بعض الدفع السياسي لإمكانية تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة. لذلك هذا ما أبرره نبرة جيرام باول الحمائمية في الفترة الماضية. عدم الثقة يعطي إمكانية الانشقاقات في أعضاء الفدرالي أو الانقسام بين إمكانية تخفيض أسعار الفائدة 3 مرات إلى مرة واحدة. الأرقام على ما أعتقد لحد الآن قد لا تعطي الإشارات للفدرالي الأمريكي للبدء لتخفيض أسعار الفائدة بدورة مستمرة. قد نمر نوف في الفترة القادمة إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في شهر 6 أو شهر 7 على 4 تقدير، إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر، لكن قد يكون هناك توقف بشكل أو لفترة زمنية أطول فيما لو ارتفعت أرقام التضخم. أميل إلى السيناريو أن يكون هناك إمكانية لارتفاعات أرقام التضخم في الفترة القادمة. المعطيات جلها بالنسبة للأرقام الوظائف لحتى الآن الجيدة والتي بررها جيرام باول في الفترة الماضية بأنها قد ارتفعت جراء المهاجرين وجراء البارت تايم، ارتفعت تسجيلاتهم بالنسبة للوظائف. لذلك أميل إلى السيناريو أن يكون هنا ليس انتصار للتضخم بل هو مخاوف بالنسبة لأسواق العمل، مخاوف لأن يكون أرقام النمو قد تسجل بعض الانخفاضات في الفترة القادمة. طيب أحمد، يعني بعض التوقعات تشير إلى أنه احتمالية خفض الفائدة من بنك إنجلترا أكبر من احتمالية الخفض بالنسبة للفيدرالي أو الإي سي بي في الاجتماع القادم، ما توقعاتك؟ لا أميل نوف، حتى يعني نبرة بنك إنجلترا في الاجتماع الأخير قد تكون هي بعض الشيء دافش، لكن ليست دفش بشكل كبير أن تكون هي توجهات لتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير أو في قبيل أو قبل الفيدرالي الأمريكي. قد يكون هناك تغيير النبرة في الفترة القادمة في الاجتماع القادم، توجيهات بشكل أكبر. يمكن التفاؤل بشكل كبير هو اللاعب الأكبر فيه هو أرقام التضخم، انخفاضات أرقام التضخم أو تباطؤها إلى 3.4%. التفاؤل في الأسواق بأن بنك إنجلترا قد يتجه، خاصة بأنه هو البنك اللي بدأ مسيرة دورة تجديد السياسة النقدية. أميل إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة لبنك إنجلترا، لكن قد يكون بعد بنك أوروبا، بعد بنك الفيدرالي الأمريكي اللي على ما أعتقد قد يتجه في شهر 6 لتخفيض أسعار الفائدة. يمكن البنك إنجلترا قد يتجه في شهر أو بعد شهر 6 لتخفيض أسعار الفائدة. طيب دعنا نتحدث قليلا عن وول ستريت. يعني المؤشرات متجهة لتسجيل مكاسب شهرية للشهر الخامس على التوالي، هل ترى أن هذا الرالي في الأسواق الأمريكية ربما مبالغ به وأنه التصحيح قادم، أم أن نتائج الشركات هي من ستحدد مسار هذا الرالي؟ يعني الإيرنينجز نوت القادم قد يكون هو وجهة ممتازة جدا لمعرفة أنه يكون في يعني رالي أو كوركشن. يمكن الإيرنينجز الريبورت الأخير كان هو أقل بالنسبة للسابق. الفورورد جايدنس أو توجيهات المستقبلية في غالبية الشركات قد يكون هناك بعض السلبية، بعض التوجهات التي تحمل المخاوف بالنسبة لأرباح الشركات في الفترة القادمة.
الكوركشن هو جزء من الأسواق، التصحيح جزء من الأسواق بكل تأكيد، لكن على ما أعتقد قد لا يكون هناك تصحيح عميق في الفترة القادمة. عوائد السندات عندما تسجل انخفاضات تعطي إشارات بأن إمكانية ارتفاع أسواق الأسهم. حتى لو طلعنا على الـ PE Price to Earn Ratio ما يقارب 24 حتى الآن بالنسبة لأسواق الأسهم، قد تعطي بعض الإشارات بأن أسواق الأسهم ديفيدند الربحية تاعته أكثر من عوائد السندات، فبالتالي لا يزال هناك مجال لتشكيل استثمارات. يمكن الإشارة الأولى اللي قد تعطي إمكانية التخفيض أو إشارات بأن يكون هناك تراجعات بالنسبة لأسواق الأسهم بشكل أكبر، هي قد تكون الإيرنكس السيء بالنسبة للتكنولوجيا. وعلى ما أعتقد لحتى الآن لا يوجد إشارات كبيرة جدا، يمكن تحتاج إلى ربع آخر نص خاصة مع إيجاد إمكانية التحقيقات التي وردت بالنسبة للمواضيع الأوروبية، إشارات بأن هناك إمكانية تغريم آبل من الولايات المتحدة الأمريكية جراء الاحتكار. فهناك بعض الإشارات بأن البيك تيك قد تواجه بعض الصعوبات في الفترة القادمة. تحمل المخاطر؟ نعم تحمل المخاطر، الكوركشن قد يكون وارد في الفترة القادمة، لكن حتى الآن ليس أو لن يكون هناك تصحيح عميق. طيب لي نتحدث عن الين قليلا، كنا سمعنا يوم أمس أن كبير مسؤولي أو السياسة النقدية في اليابان حذر من المضاربة على الين، وأكد أن الحكومة مستعدة للتدخل في سوق العملات. هل توقعات قوة الين أصبحت مهددة بعد رفع الفائدة على عكس التوقعات؟ يمكن وقت اجتماع حتى الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء كان هناك إشارة من نيكي أو صحيفة نيكي بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة قد يكون بين شهر 6 وشهر 10 القادم، رفع أسعار فائدة أقل قد يكون توجيه. نيكي طبعا هي صحيفة حكومية وقد وجهت بإمكانية رفع أسعار الفائدة في الفترة الماضية بالنسبة لليابان. وزير المالية قد ذكر بأن هناك مخاوف من المضاربات على الين، إمكانية التدخل الحكومي هي مستويات على ما أعتقد متوقع أن تكون إمكانية التدخل أو حتى قد تدعم الين لفترة زمنية قد تكون بسيطة جراء المخاوف بأن يكون هناك تدخلات intervention قد يكون وارد بالنسبة للعملة بين مستويات 152 إلى مستويات 154. لذلك لما تحدثنا المرة الماضية قد ذكرت مستويات 152 أنها مستويات تحتاج الصمود، قد يعود الين أو يشكل بعض الارتفاعات. قد يكون هناك بعض الارتفاعات في هذا الأسبوع قد لا تكون هي مجزية، مع أنه بالنسبة للين أو بالنسبة للحكومة اليابانية قد تكون هي فرصة بما أنه الأسواق قد تتجه إلى العطلة يوم الجمعة، لكن التدخل قد لا يكون لي لونج ران أو لا يكون لفترة زمنية طويلة بتوجهات لحركة زمنية طويلة، قد تكون هي توجهات وإشارة ويك كما نسميها أو ديل شمعة بالنسبة للتحركات السعرية. فقد نشهد انخفاضات في الفترة القادمة لزوج الدولار مقابل الين إلى مستويات 148 على ما أعتقد، خاصة مع مخاوف بالنسبة للتدخل الين، تدخل الحكومة على الين. وهنا على ما أود أن أذكر التدخل الشفهي قد يعطي بعض القوة بالنسبة للين في الفترة القادمة. أحمد، بالحديث عن أسواق العملات المشفرة، أسواق الكريبتو كانت شهدت قفزة قوية يوم أمس، البيتكوين عادت لتتداول عن مستويات 70,000 دولار، التقلبات أكيد ما زالت حادة، هل هذه الارتدادات على البيتكوين تعتبر يعني هل هذه التداولات منطقية خاصة قبيل عملية التنصيف؟ يمكن اقتربنا بشكل كبير للتنصيف، يمكن البلوك اللي هو الحاسم على ما اعتقد على بعد 25 يوم بالنسبه للبيتكوين هالف. قد تزداد امكانيه الدخول الاعتراف بالعملات الرقميه في الفتره الماضيه، قد اعطاها بعض التسويغ بالنسبه للمستثمرين للدخول بشكل اكبر على العملات الرقميه. لذلك يمكن سؤالك بالنسبة للبيتكوين، هل قد يكون هناك توجهات بشكل أكبر للارتفاعات أو ارتفاعات مستدامة أميل إلى؟ نعم، يمكن مستويات 100,000 اللي كنا ننظر لها بنهاية العام الماضي كانت بعيدة بالنسبة للبرسنتج بالنسبة للنسبة الأولية، لكن حاليا نحن على بعد 35% تقريبا إلى 30% بالنسبة لأسعار البيتكوين. فلذلك أميل إلى إمكانية تسجيل ارتفاعات أكثر، ارتفاعات مستدامة، خاصة الطلب العالمي يزداد، المؤسسي يرتفع بشكل كبير، التبني المؤسسي مهم جدا عندما ننظر له بالنسبة للبيتكوين. فلذلك أميل إلى إمكانية تسجيل ارتفاعات مستدامة. على ما أعتقد 100,000 قد تكون واردة في عام 2024، وقد نسجل ارتفاعات بشكل أكبر
عن 100,000 لو سجلنا ارتفاع. المهم هنا أن نصمت فوق مستويات 60,000 إلى مستويات 64,000 زون يعتبر قوي جدا كتكنيكال بالنسبة للبيتكوين. البيتكوين هالفينج بكل تأكيد يعطي إمكانية أن المعروض سيقل إلى المنتصف، وتكون تكلفة المعاملات للتعدين تكون أعلى، لذلك قد يعطينا إمكانية الدعم. تكلفة البيتكوين كانت 20,000 حاليا بالنسبة للوقت الحالي، عندما يصبح البيتكوين هالفينج تنصيف المكافأة ستصبح إمكانية التكلفة ما يقارب 38,000 إلى 40,000، يعطيني إشارة بأن دعم يعتبر قوي بالنسبة ل 38,000 إلى 40,000، لذلك قد لا نشهد هبوطات حادة بالنسبة للبيتكوين في الفترة القادمة. لكن أود أن أذكر بكل تأكيد المخاطرة هنا قوية بالنسبة للعملات الرقمية، خاصة لأن الفولاتيليتي عالية جدا مقارنة بأصول أو منتجات الأخرى، لذلك التحوط إدارة رأس المال مهمة جدا بالنسبة لتداولات العملات الرقمية بشكل عام. أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.